لجميع المشاهدين. اليوم معنا من موقع تداول وشركة سي اف اي، بدنا نبدأ اليوم بتحليل فني وتحليل اخبار الاسواق المالية والعالمية وابرز الاحداث اللي صارت الاسبوع الماضي، وطبعا شو بينتظرنا هذا الاسبوع. بيستقبل معنا طبعا المحلل كبير المحللين الاقتصاديين استاذ مهند عراقات من الاردن. صباح الخير استاذ مهند. أهلين، صباح الخير أستاذ ريم، يعطيك العافية وأهلا وسهلا بالجميع المنضمين معنا واللي ممكن يحضروا الويبينار فيما بعد. أهلا وسهلا بالجميع. طبعا معك حق. هلا بس نخلص، انا طبعا برجع ببعث له نسخه مسجله عن الويبينار. هو هيدا بدي اذكر انه الويبينار اسبوعي كل نهار تنين الساعه 10 الصبح، لنعطي تلخيص عن الاسبوع الماضي والاحداث المرتقبه والفرص، ابرز الفرص على العملات والمعادن الاسبوع القادم، طبعا مع التحليل الفني المعمق من حضرتك استاذ مهند. قبل ما نبلش بطريقه موسعه اكثر، بدي اقول انه اسواق الامريكيه نهار الثلاثاء ونهار الاربعاء عندها اغلاق. نهار الثلاثاء عندنا الاندسيز مغلقه، يعني سيكون الافتتاح تقريبا ساعتين فقط ويتم اغلاق السوق. يعني مؤشر الدولار وجميع طبعا حتى الذهب ومؤشر الدولار والداو جونز، جميع البيانات اللي هي مقومه بالدولار سوف يكون تداولاتها بسيطه عليها او ربما قليله جدا. نهار الاربعاء هو تسكير تام، ويعود هذا السبب الى يو اس اندبندنت داي او استقلال بالولايات المتحده. وفي ملاحظه عندي كمان، انه انا يعني بدعو جميع اللي بيحضروا الويبينار او بيتابعونا انه مع اغلاق يوم الجمعه الاسواق كل اسبوع يحضروا الويبينار اللي احنا كنا عاملينه يوم الاثنين عشان يشوفوا مدى التطابق ما بين الحكي اللي عم نحكيه وما بين اللي عم بيصير في الاسواق. يعني زي مثلا اليوم الويبينار اليوم، بدعو كل الناس انه مع اغلاق الاسبوعي يوم الجمعه او يوم السبت يحضروا الويبينار ويشوفوا مع الحكي، يقارنوا الحكي اللي راح نحكيه هلا مع اللي راح يصير في الاسواق. نعم مزبوط، يعني هذا الويبينار بضلوا كل الجمعه اكتف لانه نحن عم نحكي على الاخبار اليوميه لاخر هذا الاسبوع. طيب استاذ مهند، لنفتتح الاسواق ونبلش نحكي عن مؤشر الدولار. عم نشوف الفريم الديلي. مؤشر الدولار يعني واضح جدا انه ما زال متمسك بمستويات الدعم تبعته بمسار الصاعد تبعه، ما زال محافظ على مستويات الدعوم، ولكن بنفس الوقت في عنده مشكله واضحه جدا عند المستويات ال 95 ونص، عم بحاول للمره الثانيه انه يخترقها، ولكن ما زالت هاي المستويات تشكل مستويات مقاومه فنيه مش عم بيقدر يخترقها الدولار لغايه الان. افتتاح اليوم عم نلاحظ صار في ارتداد لعمليات الجني الارباح اللي صارت عندنا مع نهايه الاسبوع الماضي، وبالذات تحديدا الخميس والجمعه. عم نلاحظ اليوم مع افتتاح الاسواق في عندنا ارتفاع بمؤشر الدولار، عم بحافظ على مستويات الدعم ال 94.20، فبالتالي مؤشر الدولار نعتبره من وجهه النظر الفنيه انه ما زال متمسك بالمسار الصاعد تبعه، ما زال متمسك بمستويات الدعوم لطالما هو محافظ على 94.20. حاليا نراقب هل سوف يكون قادرا على تجاوز ال 95.5 لاستئناف مسار الصاعد، او انه راح تضلها صعبه ومقاومه، يعني راح تكون يعني كثير حساسه بالنسبه للدولار. فبالتالي احنا هلا عم نراقب الحركه الافقيه اللي عم بتصير على اليورو او على الدولار عفوا، اللي هي محصوره بين ال 95.5 وال 94.20. هذا اهم ما يتعلق بحركه الدولار اللي لازم نراقبها خلال الفتره القادمه. نعم، يعني أنا بدي أكد على حكيك، عندنا بعض التداولات المنخفضة يعني مطلع هذا الأسبوع، ولكن أشير أنه الأسبوع الماضي كان الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة جاء منخفض والقراءة جاءت أقل من التوقعات عند 2%. طبعا الناتج المحلي الإجمالي يعطي انطباع عن توسيع في الاقتصاد في الولايات المتحدة الذي جاء منكمش عند 2%، بينما القراءة السابقة كانت تقريبا 2.9%، وهذا تراجع حاد بعض الشيء ربما جاء ليعطي ليلقي بعض الضعف على مؤشر الدولار كما نرى في الرسم البياني. وهذا الأسبوع طبعا ننتظر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد الشهر الماضي الذي يصدر نهار الخميس، وإصداره سيكون بعد العطلة، يعني أتوقع أن يكون هناك بعض التأثير الإيجابي، أو يعني لا يمكن أقول إيجابي لكن تأثير مباشر على تحركات الدولار، لأن طبعا هذا التقرير سيعطي إشارة عن التضخم، إشارة عن طبعا بيانات العمالة في الولايات المتحدة، لأن نهار الجمعة أيضا هو أول أسبوع نهار الجمعة من هذا الشهر،
تصدر تقرير العمالة في الولايات المتحدة التي وصلت عند إيجابية فائقة الشهر الماضي، كما تعلم معدل البطالة عند أدنى مستوياته على الإطلاق في الولايات المتحدة تقريبا وصل إلى 3.6%. يعني نحن نترقب نهار الخميس والجمعة في الولايات المتحدة بعد عودة الأسواق من الفرصة بيان محضر الاحتياطي الفيدرالي وأيضا تقرير العمالة التي نتوقع أن تعطينا حركة مباشرة على الدولار وعلى الداو جونز أيضا وطبعا على اليورو في المقابل. يعني رغم زي ما تفضلت حضرتك أستاذ ريم، رغم أنه الأخبار جاءت يعني متراجعة بالنسبة بما يتعلق بالناتج المحلي، ولكن بدنا نعرف شيء مهم أنه هاي القراءة السلبية ما أبقت، على الرغم من التراجع اللي حصل خميس على جمعة، أبقت الدولار ضمن الزخم الإيجابي تبعه وأبقته ضمن مستويات الدعوم، حتى أنه ما زال يتداول فوق متوسط الأسعار لآخر 35 يوم. يعني ما زال الدولار يشهد استقرار رغم تراجع البيانات اللي احنا سمعناها أو اللي شرحت لنا عنها حضرتك قبل شوي. نعم، يعني النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كما أشرت يعتبر بعض الشيء سلبيا، يمكن خصوصا مع الاستثمارات الخارجية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، حيث أن دونالد ترامب يفرض هذه التعريفات الجمركية على الدول المجاورة. يعني هذه تؤدي بعض الشيء لانخفاض الاستثمارات والواردات، لذلك كان هناك بعض التأثير السلبي، لكن بالمجمل طبعا هو يدعم الصناعة والتجارة الداخلية التي تدعم الاقتصاد وتدعم العمالة، لذلك هناك شقين لهذا يعني النمو في الولايات المتحدة مقابل الاستثمارات مع الدول المجاورة. طيب خلينا نشوف بالمقابل اليورو كيف عم بتحرك. طبعا ننتقل لأسعار اليورو، نبدأ بالتحليل الفني، عندنا فريم الديلي لليورو، تفضل أستاذ مهند. طبعا زي ما احنا شايفين اليورو عم بتحرك ضمن نموذج مثلث او مثلث هابط ديسيندنج تريانجل، حيث عم نلاحظ عندنا مستويات ارتفاع تساويه او ثابته قريبه من 1.1500، وبالمقابل عندنا عدد من القمم الهابطه. فبالتالي هذه طريقة التداول أو طبيعة هذه التداولات هي ما تسمى بالتحليل الفني اللي هو المثلث الهابط او descending triangle. فبالتالي ايضا كمان في عندنا مقاومة داخلية واضحة جدا عند المستوى 1.1690، عم بحاول اليورو او الاسبوع الماضي حاول يخترقها ايضا كانت صعبة، عشان هيك عم نلاحظ في تراجعات الى في اليورو مع جلسة اليوم، افتتاح جلسة اليوم. على العموم حركة اليورو بشكل عام تعتبر حركة افقية ضمن نموذج مثلث له مقاومة رئيسية عند 790 ودعم مهم عند 500. راح تستمر هاي الحركة الأفقية إلى اليورو إلى أن يحصل اختراق لل 790 أو كسر للمستويات 1.1500. فبدنا ننتبه لهاي النقاط وهاي الأرقام لأنها لها تأثير كثير كبير على مستقبل حركة اليورو. يعني ممكن إنه نعطي انطباع عام إنه في حال تم كسر ال 1.1500 راح نستأنف المسار الهابط. مسار الهابط اللي احنا اصلا عم نتحرك فيه، فبالتالي كسر ال 1.1500 يعني استئناف المسار الهابط زي ما احنا عم نوضح على الشارت من خلال الندوه هاي المرفقه. بينما التحول الايجابي لليورو يجب ان يكون مع اختراق 790. في هاي اللحظه ممكن نشوف في تحول او في زخم ايجابي لسعر اليورو، دون ذلك المسار الهابط لغاية الآن يعتبر هو المسيطر على أداء اليورو بشكل عام، وبالذات لو تم كسر ال 1.1500 راح نشوف استئناف للمسار الهابط. هذا أهم ما يتعلق بحركة اليورو خلال هاي الفترة. ثلاث أرقام مهمة، ثلاث أرقام، أنا آسف قطعت كلامك، ثلاث أرقام مهمة لازم نتبعها اللي هي 790 و690 و500. هاي اهم ثلاث ارقام متعلقه بحركه اليورو خلال الفتره القادمه واللي لازم نراقبها يعني بانتباه شديد. نعم، يعني استاذ مهند انا هذا الاسبوع عندنا مبيعات التجزئه بالمنطقه الاوروبيه ككل
سوف تصدر، وعند قراءة مبيعات التجزئة ككل، يعني كل اقتصاد على حدى، يعني كانت ألمانيا ولا فرنسا ولا إيطاليا ولا إسبانيا، سوف يعلنون عن مبيعات التجزئة، وهي طبعا تؤثر على التضخم في المنطقة الأوروبية. لذلك يجب أن نراقب مبيعات التجزئة ككل في المنطقة الأوروبية. كلما كان الرقم مرتفع كلما كان إيجابي، يعني أن هناك استثمار في البلد، وأن يعني المستثمر هو يقوم بالشراء سلع وخدمات في المنطقة الأوروبية. طيب أستاذ مهند، ننتقل أكثر، نتكلم عن مؤشر الداكس الألماني فريم من الأربع ساعات. اوكي، الداكس عم نلاحظ انه ايضا بنفس يعني بطريقه مشابهه الى اليورو، اذا بتلاحظي عندنا مسار هابط نعم، ثم استقرار ضمن نموذج مثلث، ايضا نموذج مثلث هابط، لدينا عدد من القيعان المتساويه والمحدده عند المستويات 12120 مع وجود عدد من القمم الهابطه. مستوى المقاومة واضح جدا عند المستوى 12440. حاليا افتتحت الأسواق الأوروبية معظمها على تراجع، وعم نلاحظ انه الداكس فتح بفجوة سعرية جاب بحدود ال 100 نقطة للأسفل، وعم بتداول حاليا بالقرب من المستويات الدعم اللي هي ال 12120. فحركة الداكس أيضا على المحك، عم بتداول عند مستويات دعم كثير مهمه كثير حساسه. لو تم كسر ال 12120 راح نتوقع استئناف المسار الهابط بحثا عن قاع جديد يستقر عنده. الايجابيه للداكس فقط باختراق المستويات 12440. هذا ما يتعلق بالداكس. حتى زي ما رح نشوف بعد شوي، حتى الداون جونز، معظم المؤشرات الرئيسية حول العالم عم تشهد تراجعات، زي ما رح تشرحي لنا حضرتك بعد شوي اللي هي سببها الرئيسي الحرب التجارية بين أمريكا وعدد من دول العالم. يعني أنا هنا بدي أرجع أتطرق لقمة اليورو التي بدأت نهار الخميس والجمعة، يوم الأول واليوم الثاني، وكانت هذه القمة توصل زعماء الاتحاد في هذه القمة الاتفاق شأن الهجرة في المنطقة الأوروبية، التي جاءت لتعطي بعض الارتياح في الأسواق الأوروبية، خصوصا ما خفف الضغط على مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل. ولكن هناك بعض التدابير التي لم يتم اتخاذها، يعني التي تتعلق بديون إيطاليا التي تقريبا هي على وشك يعني الانهيار اقتصاد إيطاليا ما لم تقوم الاتحاد الأوروبي بإنقاذها، مثل ما حدث في اليونان ومثل ما حدث في إسبانيا. لذلك حاليا هناك بعض عدم اليقين للاقتصاد في إيطاليا، ما إذا كان سوف يعني ديونها المتعثرة سوف يتم سحبها، أو يعني قد تقوم أوروبا بدعمها. لا يقل أهمية عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكل من الصين، وطبعا سأتكلم أكثر عن هذه الحرب التجارية عندما نتطرق إلى أسعار النفط كما نرى في الرسم البياني. ماذا برأيك ننتقل إلى أسعار النفط أستاذ مهند؟ النفط طبعا وجد دعما من الاخبار اللي سمعناها الاسبوع الماضي، اللي هي بالذات المتعلقه انه اوبك اتفق على زياده يوميه بمعدل مليون برميل نفط يوميا، وهي هذه الزياده لا تغطي احتياجات الاسواق العالميه، والتي كانت تتوقع زياده بمقدار 3 مليون برميل يوميا. فبالتالي ما زال الاسواق تشهد نقص في الامتداد، وبالذات ايضا تعطل الامتداد في كل من فنزويلا وليبيا وايضا عدد من الدول الاخرى، مع العقوبات المتوقعه على ايران. كل هاي العوامل اوجدت زخم ودعم جيد لاسعار النفط، جعلته يرتفع من او جعلته يخترق مستوى المقاومه 69 واستهداف المستويات ال 74، واللي كنا يعني شرحنا عنها الاسبوع الماضي انها كمستويات مستهدفه. فالان في تعهدات سعوديه على انه تغطي الاسواق الماليه باحتياجاتها وتعوض النقص المتوقع من امتداد ايران نتيجه العقوبات الامريكيه، وكذلك بعض النقص الناتج عن بعض الدول الاخرى. هل هذه او هذه الحصه السعوديه والتي يفترض انها تعوضها، هل ستكون كافيه بحيث انه الاسعار لا تخترق المقاومه القريبه من عند ال 94 ونص، او عفوا 74 ونص لغايه ال 75؟ عم نلاحظ دائما
هاي المقاومة تشهد عملية ايش؟ ارتداد الى الاسعار، فبالتالي متوقعين انه الاسعار من الصعوبة انها تتجاوز هاي المستويات بناء على التاريخ السابق لل WTI، فبالتالي بنتوقع انه في حال حصول اي ارتفاع باسعار النفط انه ما يتجاوز المستويات 74.5 الى 75، هاي المنطقة رح تكون كثير مهمة كثير قوية على اسعار النفط. تمام استاذ مهند، يعني كلامك واضح جدا. انا بدي كمان اقول انه تقريبا بعد الهبوط الطفيف نهار الجمعه لاسعار النفط ياتي على خلفيه تصعيد التجاره او الحرب التجاريه بين الولايات المتحده واقتصادات كبرى المناطق، حيث ايضا منها الصين، الهند والاتحاد الاوروبي، على الرغم من ان اسواق الخام تعاني من نقص في المعروض بسبب التعطيل الذي اشرت عليه طبعا، وامدادات وارتفاع الطلب خصوصا بعد العقوبات الامريكيه الوشيكه على طهران، يعني ليسجل اعلى مستوياته الخام على الاطلاق منذ تقريبا عام 2014 تشرين الثاني يوم الخميس الماضي، سجلها عند تقريبا $74 كما حضرتك أشرت. ولكن يعني هذا الأسبوع كم أيضا افتتح السوق لبعض التراجع، ولكن أريد أن أشير إلى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أشار فيه يعني كان عبر مكالمة مع العاهل السعودي أشار فيه إلى أن الملك سليمان طلب منه زيادة الإنتاج إذ لزم الأمر، وبأن لديه القدرة على إنتاج أكثر من 2 مليون برميل إضافي يوميا، ويمكن استخدامها هذه لتهدئة أسعار النفط، يعني خصوصا مع الانخفاض الذي أشرت إليه الآن من فنزويلا وإيران. بقيت الدول الأخرى تأخذ من إيران، سوف تفرض أمريكا عقوبات عليها كأوروبا، يعني لذلك الحرب التجارية تأتي، لأنه يشير إلى أن يجب أن أوروبا تتوقف امداداتها من إيران، وإلا سوف يكون هناك يعني معايير مختلفة للتعامل مع أوروبا. بشكل عام يعني بشكل عام استاذ ريم، انه في مطالبات وبدات مطالبات امريكيه يعني بتحديد او بكبح يعني ارتفاع اسعار النفط وعدم تحقيق ارتفاعات اضافيه في هذه الاسعار، ويمكن التحليل الفني جاء ليتوافق مع هذه الاخبار مع هذه الانباء، لانه زي ما حكيت لحضرتك انه من الصعوبه انه النفط يخترق المنطقه هاي ال 74.5 الى ال 75 كمنطقه مقاومه، وبالذات انه التاريخ السابق تبعها يعني يؤيد هذا الكلام. ايضا عم نلاحظ انه مؤشر الزخم، مؤشر ار اس اي، عم نلاحظ انه منذ اكثر من عام لم يتجاوز مستويات ال 70، دائما يحصل في من عند مستويات ال 70 تراجع في الزخم زي ما احنا عم نشوف، في كل مره توصل الاسعار مستوى 70 بصير عندنا تراجع. الان نحن تداول قريبا جدا من مستوى 70 ليفل، زي ما بنعرف احنا 70 كمحللين انه هي مناطق تفيد بعمليه تشبع في عمليات الشراء، فبالتالي الان اسعار النفط على المحك، المستويات كثير مهمه سواء على شارت الاسعار او على المؤشر الار اس اي، كونه في كل مره زي ما احنا عم نشوف يكون قريب من خط السبعين بصير في عنا ايش؟ تراجع بالمؤشر. المرة الان حاليا نحن نتداول عند السبعين، فبالتالي هل سيحصل تراجع كما حصل في المرات السابقة او انه يخترق مؤشر او خط السبعين 70 ليفل لاول مرة خلال منذ اكثر من عام؟ يعني هاي من الامور الفنية جدا مهمة اللي راح تحدد واللي لازم نراقبها خلال الفترة القادمة في اسعار النفط. يعني استاذ مهند شكرا لهذا التحليل، بس انا بدي اسالك، يعني كان في تقرير من بنك اوف امريكا عم بيقول بحال استمر هذا يعني استمر دونالد ترامب بفرض هذه العقوبات على ايران، يتوقع ان ترتفع مستويات النفط يعني بتحليلها الاخير، ويرجح ان تصل الاسعار الى 85. يعني هل تعتقد بان سياسه ترامب بعزل ايران تعتقد ان يؤثر بطريقه ايجابيه على اسعار النفط؟ هو طبعا رح يأثر شيء طبيعي، ولكن قابل هذا الشيء تعهد سعودي بتغطية أي نقص قد يحصل بسبب هذه العقوبات،
صار حصل اتفاق امريكي سعودي على تعويض هذا النقص في النفط الايراني. ف طبعا هناك في تاثير سلبي، ولكن هذا التاثير قد يزول تاثيره او قد يقل تاثيره بشكل واضح فيما لو بالفعل قامت السعوديه بزياده انتاجها او معدلها من الانتاج النفط اليومي. في تعهدات واضحه جدا من السعوديه لتغطيه جميع هذه الامدادات. يعني بآخر بيان قرأته قبل أن أأتي إلى هذه الندوة، تخطط الرياض زيادة الإنتاج قبل تموز أو يعني هذا الشهر تموز إلى 11 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث مقارنة تقريبا ب 10.8 مليون برميل يوميا عن شهر حزيران والأشهر السابقة، وهذا يعني وفقا لما صدر عن قراءة لوكالة الأنباء السعودية، لذلك نتوقع أن تكون هذه يعني بيانات رسمية. هلا الاضطراب الحقيقي الموجود في الاسواق ياتينا من الصين، احنا كلنا بنعرف انه الصين هي اكبر مستورد من النفط الايراني. والصين بنفس الوقت لديها مشاكل حرب تجاريه مع الولايات المتحده، فبالتالي الاضطراب الذي او السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستقوم الصين بالالتزام فعلا بهذه العقوبات المفروضه على ايران، ام انها ستستمر في استيراد النفط من ايران؟ هذا الشيء او هذه القصه المهمه التي يجب ان نراقبها خلال الفتره القادمه. تمام، شكرا كثير استاذ مهند لهذه المعلومات. ننتقل نتكلم اكثر عن مؤشر الداو جونز بالولايات المتحده. الداو جونز يعني اهم الملاحظات اللي احنا يعني انتبهنا لها انه مؤشر الداو جونز لاول مره منذ حوالي 2010 تقريبا عم بيتداول دون مستويات المتوسط المتحرك لاخر 200 يوم. عم نلاحظ انه حاليا التداولات تتم دون تلك المستويات، ولو رجعنا الى السابق او الى الماضي عم نلاحظ كم يشكل هذا المتوسط اهميه مع حركه الداو جونز سواء كدعم او سواء كمقاومه. فحاليا عم بيتم التداولات دون ذلك المتوسط، في اشاره على انه في عندنا تغيير جوهري او تغيير مهم عم بيصير في اتجاه الداو جونز. حاليا عم نشهد تراجعات نوعا ما حاده في الداو جونز، عم بتداول قريب من مستويات الدعم اللي هي 23800، واللي بنلاحظ اهميتها في كمستويات دعم دائما ما يحصل من عندها ارتدادات. ففي عندنا تغييرات جوهريه عم نلاحظها، زي ما حكيت لحضرتك انه اهم تغيير جوهري انه عم نتداول دون متوسط الاسعار ل 200 يوم لاول مره منذ حوالي 10 سنوات. الشيء الثاني المهم انه احنا عم نتداول قريبا من مستويات الدعم اللي هي 23800، فهذا مؤشر على انه في تغيير اتجاهي مهم عم بيصير على الداون جونز. بدنا نراقب هل سيتم كسر 23800 او انه سيحصل من عندها ارتدادات كما حصل في المرات السابقه. فيعني جميعها عوامل يجب ان نراقبها خلال الاسبوع هذا بحركه الداون جونز. يعني طبعا حركة الداو جونز وجميع حركة الأسواق هي يعني جوهرية بالنسبة للعرض والطلب من قبل المستثمر، وربما حاليا بعض التوترات السياسية هي التي تقل من شهية أو المستثمر للاستثمار بالشركات في الولايات المتحدة. يعني نهاية هذا الأسبوع كما أشرت تقرير العمالة سيعطينا يعني وجهة نظر لما إن كان البنك المركزي سوف يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر الشهر المقبل شهر آب تقريبا، ما سيتم رفعه أكثر من ما هو حاليا عند تقريبا 2%. في حال رفعه أكثر هذا يعني أن أو في حال كانت البيانات إيجابية سوف يتم نتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة، وفي هذا الحال سوف تؤثر بطريقة إيجابية على مؤشر الدولار. لكن بعض المؤشرات التي ننتظرها هذا الأسبوع في القطاع الصناعي هي مهمة جدا في الولايات المتحدة، الاي اس ام او مؤشر ادارة الدعم بالقطاع الصناعي التي تأتي بقراءة في حال كانت فوق 50، يعني ان هناك زخم في المشتريات للقطاع الصناعي، ونتوقع ان تأتي بقراءة 8 و
50 يعني أن تكون إيجابية قطاع الصناعي. وطبعا الداو جونز هناك شركات صناعة في هذا المؤشر التي نتوقع أيضا أن تعطي دفعة إيجابية على مؤشر الداو جونز. يعني وبشكل عام حاليا الداون جونز بإطاره العام عم نلاحظ انه حركة تقريبا أفقية هي المسيطرة على أداء الداون جونز حاليا خلال هذه الفترة، زي ما حكيت لحضرتك وللسادة المشاهدين انه في عندنا مستوى دعم كتير مهم حصل عنده 3 ارتدادات سابقة، فبالتالي أي كسر للمستوى 23,100 ممكن يخلينا نشوف المزيد من التراجع. ف يعني أمور كثير مهمة كثير حساسة لازم نراقبها خلال هاي الفترة. تمام. يعني استاذ مهند بالختام بدي احكي شوي عن اهم المؤشرات الاقتصاديه المنتظره هيدا الاسبوع. كما اشرت يوم الثلاثاء والاربعاء يعني الاسواق الامريكيه مغلقه وتداولات جد خفيفه على الاسواق الاخرى يعني التي تعتمد خصوصا على الدولار. اما نهار الخميس في بريطانيا ننتظر خطاب لمحافظ بنك انجلترا مارك كارني الذي طبعا سيتكلم عن مستويات التضخم في بريطانيا، وربما نستطيع ان نحلل اكثر الاسترليني. وايضا ننتظر معدل البطاله بين نهار الجمعه والخميس، وايضا تغيير التوظيف بالقطاع الخاص والقطاع الغير الزراعي، جميعها أدلة على مؤشرات الدولار. وأيضا كما أشرت مبيعات التجزئة نهار الثلاثاء في المنطقة الأوروبية. واليوم يعني هناك بعض البيانات على الاسترليني يعني على الظهر عند مؤشر الصناعي. وأيضا في الولايات المتحدة آخر هذا اليوم ننتظر كما أشرت من معهد إدارة التوريد عنا مؤشر الصناعي أيضا في الولايات المتحدة. يعني هناك بعض البيانات الكثيفة، ولكن آخر هذا الأسبوع يعني خميس والجمعة. يعني بالفعل انا عم بلاحظ في مجموعه من الاخبار المهمه والمؤثره على الاسواق، بس يعني انا عم حسب قراءات الاوليه لتقرير الوظائف في القطاع الخاص وتقرير الغير الزراعي عم نلاحظ انه المتوقع اقل من السابق. ف برايك هل هذا الحكي راح يشكل سلبيه على الدولار يوم الجمعه؟ نعم. يعني هلا حتى اذا معك حق استاذ مهند، حتى اذا بتشوف تقرير البطاله نتوقع ان ياتي هناك طلبات اعانه بطاله اكثر من القراءه السابقه، قد تاتي سلبيه بعض الشيء على الدولار كما اشرت. وايضا تقرير التوظيف، يعني كم وظيفه زاد في القطاع الخاص والقطاع الغير الزراعي، ايضا سوف نتوقع ان تكون اقل من القراءه السابقه. لذلك التداولات ربما الاحتمالات تاتي سلبيه على الدولار. نعم. طيب خلينا نراقب ال 95.5 وال 94.20، سنرى ايهما سينتصر على الاخر. نعم. كلام جميل استاذ مهند. يعني بتحب تزيد اي شيء قبل ما نغلق الندوه؟ لا تمام، يعطيك الف عافيه والله. يعني بصراحه انا شخصيا استمتعت بهاي الندوه حقيقه. إلك كمان أستاذ مهند. أنا بدي أدعي جميع المشاهدين إذا بدهم أي استفسار عن الذهب، عن الباوند، عن أي عملة ما اضطرنا لها، يرسلونا على الويبينار at cfifinancial.com لتحليل فني وأي أخبار اقتصادية، نحن جاهزين. يعني أستاذ مهند بدي أشكرك لهذه الندوة الجميلة، وطبعا نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الوقت الساعة 10 صباحا ان شاء الله. ويعطيك الف عافيه. ودائما احنا بنذكر عملاء شركه سي اف اي انه احنا على تواصل يومي معهم من خلال التقارير اليوميه والتوصيات والمتابعه. ف يعني ان شاء الله انه، وزي ما تفضلت، اي حدا عنده اي استفسار اي شيء يراسلنا على الايميل الموجود، وان شاء الله احنا رح نحاول نساعد معظم الناس او كل الناس اللي بدهم مساعده.